في الأوراس كما في مناطق أخرى من الجزائر العميقة أو باقي الوطن، طاقات في الإبداع الأدبي والفني تحالف التهميش والإقصاء على تيئيسها. ومن الأصوات الواعدة في الأوراس والمعبرة عن ثقافة ولسان هذه الأرض الملحن والمغني هشام بومعراف ابن ولاية باتنة، الذي يمتاز إلى جانب صوته أنه درس الموسيقى ويدرسها حاليا بالمعهد الجهوي للتكوين الموسيقي بباتنة. هشام لو وجد عشر ما تحظى به بعض الأصوات التي تعيش بالمركز لفجر طاقاته، ولكن هذه هي الجزائر التي لا تمنح تكافؤ الفرص لكل أبنائها، وخاصة للذين برمجوا لحراسة الحدود وفقط. يا تدراري هني يا رحبي يا نصودر انو يستشتعل دي، يا تدراري هني يا رحبي العيي برد ولا يا شاوي، يا برد ولا يا شاوي هاد نرفد عياش في المخفاث ولا شا، يا تدراري نرفض الصراوي برد ولا يا الشاوية، يا تدرها ريا يا رحبي العيي برد ولا يا شاوي، يا برد ولا يا شاوي. زيدي سنا الطرق العفيفة، يا تدرى هاري يا ني يا راحبي العيي برد ولا يا شاوي، برد ولا يا شاوي سراك روكيا مشنا ما ونخسنا عنعناها، يا تدرى وقند فابلي وين وي ما يا ما وي ما يا ما يدي صفضا ونا حرق الناي وي ما دوما وي ما دوما يولا ونا يا بابا من غير ما تدري
تشفي ذا السنين الان تدير ردي مزيانان تدير ردي حفيانا دوني تسنا غزها تشفي ذا السنين عدا تمزينا رزم نستجبان وفشل كشتا النجنة ما تهيجي نما جزائري هنا سيري جزائري يا دياري جزائري هنا سيري جزائري يا بياري يا بياري يا الحلايا وخيرها أخير أخير وهين بقنصها ميدي شوارب ذي روسوهي الظم الطالب يتوكث بسوامر ويعاشق داها يدايا هيدا يدايا وذي مضعني سرت الحلايا يا غريب ما التغاري من القارون هذا دوما إنا نغوث أيام يا خام وساهر جينيس أسوفي لاني وداها يا يرزا يسطب ننفوشي يتنحوثيه الرمزان ونموشي وداها يدايا هيدا يدايا وديه مضعني سرت الحلايا سوفي مباها لسا يحمل دمز ويهل رب